مشاهدينا الكرام، والآن مع الموهوبة انتصار محمد، تتفضل يمنا. أهلا وسهلا انتصار. أهلا بيك. انتصار، راح تقدمين أغنية تعال؟ نعم. من يأدي هاي الأغنية؟ الفنانة أمل خضير ومن الحان علي السرحان. انتصار، اللي عرفت أنه أنت من محافظة كركوك. نعم. شنو الدافع أنه تجين من هاي المحافظة البعيدة عن بغداد ولهنا يعني؟ هذا حبك الكبير للفن؟ اي نعم طبعا، والله بصراحة اني انعجبت بالفن واني اقدر الفن مو من هالسبب، وانما من انا طفلة. نعم. فاحب انه اشارك بهيجي مناسبة حلوة واقدم الموهبة اللي اني احب انه احققها من زمان. نعم، بمن تأثرتي بالبداية يعني؟ لمن كنت ترددين من الاغاني المطربين او المطربات؟ والله بصراحة اني بالنسبة لي احب اغنية من وردة جزائرية. نعم. أحب أنها أرددها على طول. ومن مطربين العراقيين أمل خضير. نعم. والفنان العراقي مظهر محمد. نعم. وأنت طالبة لو؟ نعم، طالبة مدرسة صف ثالث متوسط. نعم. طبعا إحنا راح نترك الأخوة المشاهدين مع أغنية تعال. نعم. ونتمنى لك الموفقية. Thank you.
فيما يتعلق بالهاوية انتصار محمد إنها بلا شك طاقة، ولكن هذه الطاقة بحاجة إلى صقل، فهي تؤدي الغناء من الصدر ولكن ليخرج لا من الفم إنما يخرج من الأنف، وهذا وهاي الخنة في الغناء سوف لا تساعد الصوت الغنائي على الانطلاق إلى آفاق ومديات نغمية جديدة إذا ما استطاع هذا الصوت أن يواصل الاستمرارية وأن يواصل التحليق في أجواء التلحين الغنائي. وعليه فإنني أوصي الموهوبة انتصار محمد بأن تحاول أن تؤدي اللحن كما هو مكتوب أو كما هو مكتوب نصا، وأن تحاول أن تغني من حنجرتها، فإن ذلك سيساعدها تماما على ما يعرف بالتركيز في المنطقة التي تحسن فيها وهي المنطقة الوسطى من صوتها. أتمنى لها كل موفقية وشكرا جزيلا.